إذن مشاهدينا، للحديث أكثر عن الملف الأمني وانسحاب قوات التحالف ينضم إلينا الخبير الأمني السيد ياسر الحمداني. أهلا بك سيد ياسر في النشرة الرئيسة. بداية، حوارات مستمرة يسعى العراق من خلالها لجدولة انسحاب القوات، قوات التحالف الدولي من العراق. هل الظرف الحالي برأيك هو مناسب لذلك؟ وكيف يمكن قراءة تدهور الواقع الأمني الذي تزامن مع تلك المباحثات؟ نعم، تحية طيبة لك ولمشاهدي قناة دجلة الفضائية. في الحقيقة دعونا نتفق على نقطة معينة، الجميع لا يريد الاحتلال الأمريكي، الجميع يرغب بالانسحاب قوات التحالف الأمريكية ولا يرغب بأي احتلال للبلاد، سواء كان احتلال أمريكي أو تركي أو أيضا إيراني. ولكن في هذا الوقت وفي هذا الزمان وفي هذا التوقيت لا يمكن للولايات المتحدة أن تسحب العراق لأسباب كثيرة. اولا، عدم وجود يعني غطاء جوي قادر على حفظ سماء العراق وارض العراق من قبل القوات العراقيه، وبالتالي نحتاج الى الكثير لتاهيل هذه القوات لكي تحمي شمال العراق. الان حركه الطيران بيد امريكا، السلاح بيد امريكا، الاقتصاد والمال بيد امريكا، كيف تريد ان تنسحب القوات الامريكيه في هذا الوقت؟ انا ما اراه أن ما يجري على الساحة العراقية ليست مباحثات، ولكن هي إعلام فقط وكلام في كلام يساوي كلام. أما على أرض الواقع أمريكا لن تنسحب، أمريكا ربما ستفرض بنود وشروط أخرى تضيفها على الاتفاقية الأمنية التي أبرمها العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تتضمن 31 بندا، ربما ستفرض شروط كثيرة تضيفها إلى البنود التي وضعتها في الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. في هذا الوقت لا أتصور الانسحاب يعني سيخدم العراق والحكومة العراقية. البديل سيكون ربما الفوضى، البديل ربما سيكون احتلال آخر. طيب، البديل ربما ستكون تركيا، إيران ودول الجوار. ربما القوات الأمنية العراقية ليست قادرة على حماية أمن العراق وسيادته. أستاذ ياسر، أرحب بك معنا مرة أخرى. هل الانسحاب الأمريكي من العراق تداعيات على ملفاته الأمنية وأيضا لربما الاقتصادية؟ نعم، بالتأكيد كما ذكرت لك، السلاح بيد أمريكا، المال والاقتصاد بيد أمريكا، وبالتالي نحن لدينا مشاكل كثيرة داخليا، علينا أن نرتب البيت العراقي الداخلي، وبالتالي نتحدث عن مرحلة الانسحاب وجدول الانسحاب. الانسحاب لا يتم بهذه الطريقة السريعة، الانسحاب يحتاج إلى جدولة، يحتاج إلى سنوات، يحتاج إلى بدائل لكي تقوم الحكومة العراقية والقوات العراقية بحماية سيادة العراق. كما تعلمون سيادة العراق تنتهك بين الحين والآخر، القصف الإيراني بين الحين والآخر مستمر، القصف التركي مستمر، وبالتالي نحتاج إلى المزيد من الوقت لتأهيل القوات العراقية، نحتاج إلى ربما غطاء جوي لحماية العراق، نحتاج إلى طائرات حديثة، نحتاج إلى رادارات حديثة. كل هذه الأمور ربما العراق لا يمتلكها، وربما العراق مهدد بخطر كبير في المرحلة المقبلة. الآن ربما ملف داعش وملف التعرضات الإرهابية التي يتعرض لها العراق بين الحين والآخر، ربما الجميع يتفق على أن القوات العراقية غير قادرة إلا بمساعدة القوات الأمريكية. العراق عندما يطلب من القوات الأمريكية الانسحاب، يعني أمريكا سترفع يدها كليا على العراق، وبالتالي نحتاج إلى البديل لحماية سيادة العراق أرضا وسماء وأيضا فيما يتعلق بالأمور الأخرى. نعم سيد ياسر، إذا ما أفضت المباحثات لإجلاء القوات الأمريكية بالفعل، هذا الأمر يعد مكسبا لإيران، فهل ستسمح واشنطن بتحقيق ذلك؟ أنا قلت لك قبل قليل أن البديل سيكون إيران، وأمريكا لا ترغب باستمرار النفوذ الإيراني في العراق، وبالتالي إذا ما حدثت مباحثات حقيقية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، ربما ستفرض الولايات المتحدة بنودا وشروطا أخرى، ربما ستطال الميليشيات، وأيضا ربما ستطلب
إنهاء ملف الحج الشعبي وأمور كثيرة ستضيف إلى الاتفاقية الأمنية. العراق غير جاهز أمنياً لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، وبالتالي العراق سيقع ضحية دول الجوار وانتهاكها بين الحين والآخر. نعم، الخبير الأمني السيد ياسر الحمداني، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.